زي ما اتكلمنا في الاول، انت مختص بوكيل المدربين فقط. كان في صفقه كده يعني النص كده، كان هو عبد الله بكري، وهو من انتقاله من نادي سموحه لنادي الباطن السعودي ما كملش تقريبا شهر، او ما كملش اسبوع، اسبوع كمان صح، اسبوع فجاه لناف بيراميدز. هل ده كان كوبري؟ في الحقيقه هو كان كوبري. كان كوبري. هو في البدايه نادي الباطن ابدا اهتمامه باللعيب ان هو يتواجد في الدوري السعودي، مع انتقال ملكيه وقتها نادي الاسيوطي النادي بيراميدز، حصل اهتمام باللاعب، تم تفعيل بند الشراء خلال 24 ساعه. بعدها بيوم عبد الله وقع. أيوة، كان كوبري. انت قبل ما يروح الباطن كنتوا عارفين ان بيراميدز هيكون موجود اشتراء ملكيته وخلاص هيبقى موجود في البدايه، يعني في اول اسبوعين من التفاوض ما كانش ده الفكر. بعدها على طول، يعني قبل ما يروح الباطن كنت عارف ان هو راجع على مصر. لا يعني خلال المفاوضات انتقلت الدفع بشكل كامل ان ده. طب يعني هو يعني اتعمل الكوبري ده علشان سموحه ما يطلبش فلوس اكتر، يمكن مع غير الفلوس، لان هو كان مبلغ كبير، مش الفلوس الاساس، 2 مليون، في حدود 2 مليون دولار في البدايه كانت اعاره بنيه البيع. بالظبط، كان تقريبا 400,000 دولار اعاره والمبلغ المتبقي للبيع يعني هو 1,600,000. تم تفعيل البند في خلال 24 ساعة تقريبا. يعني اعتقد الدفع في الاساس الموضوع، لان المبلغ كان كبير، لان في الفترة دي لو تفتكر كان فيه اهتمام من النادي الاهلي بعبد الله، كان تقريبا النادي الاهلي كان بيخلص في عبد الله وخلاص كل حاجة بتخلص. كان في كلام كبير عن طريق، حتى في الفترة ديت كان عن طريق المستشار تركي الشيف، وتوقفت الدنيا مع المشاكل اللي حصلت بعد كده. فدخل الباطن، حصل انتقال ملكية للبيراميدز، الدنيا تم تفعيل البند. عبد الله، انا عايز اقول لك ان عبد الله ما سافرش السعوديه اصلا، عمل الكشف الطبي هنا في القاهره على اساس ان هو يعني يكون جاهز لو الفريق جه معسكر لمصر. عبد الله في اليوم اللي تم بيه يعني عرض عليه الموضوع، كان رئيس نادي الباطن جه من روسيا بعد كاس العالم بتكليف ان عبد الله هيكون متواجد في بيراميدز مش في الباطن. فعبد الله رايح يقابل رئيس النادي على اساس ان هو تواجده في الباطن. فوجئ ان عبد الله، احنا كنا يعني انت عندك عرض ان انت تكون متواجد في نادي بيراميدز. هو عبد الله كان رده ايه؟ عبد الله في البدايه قال لي انت اكيد كنت عارف. قلت له انا كان عندي فكره. قال لي عندك فكره ازاي؟ يعني انت كنت عارف بس بقى. يعني بس هو اللعيب اتفاجئ للحظه، قال لا انا عايز احترف. فان هو رد فعل غريب، فما بقاش فاهم، لان انت برضو خلي بالك الموضوع صعب، لان انت في بدايه تكوين نادي بيراميدز انت رايح برضو، هو ما يعني ما كانش يعرف ان هو بيراميدز موجود حاليا، هو رايح على مجهول. انا ما اعرفش مين اللعيبه اللي موجوده. طبعا هو فجاه لعبت يعني نجوم كلهم كانوا موجودين. هو عبد الله من اول التعاقدات اللي تمت، هو اخذ مقدم تعاقد من نادي البطن؟ ما خدش، لا مقدم بعد توقيع البيراميدز خد المقدم من نادي بيراميدز. طب ونفس العقد بتاع بيراميدز كان نفس عقد البطن اللي هو الخاص باللاعب ولا لا؟ في ضعف عقد جديد.